السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. أحمد سليمان اللي هو أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق واللي كان مرشح على منصب رئيس نادي الزمالك الفترة اللي فاتت بيطلع مجموعة من البيانات، استكمل هذه البيانات ببيان صدر اليوم وبيوجه مجموعة من الرسائل والأسئلة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبيطالبهم أنهم ينفذوا القانون بعد حبس مرتضى منصور ومرور أكثر من أسبوعين على حبس مرتضى منصور. ونص البيان اللي قاله الكابتن أحمد سليمان قالك التزمنا الصمت لمدة أسبوعين، وهو كان لسه مطلع بيان من 3 أيام. التزمنا الصمت لمدة أسبوعين كاملين، نتطلع إلى أن تقوم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بدورهما الذي كفلهما به القانون، الأمر الذي لم يحدث فقد ترك أصوات الباطل تتعالى على صوت الحق في مشهد عجيب وفريد من نوعه. وهذا ما ظهر جليا من خلال رفض مجلس إدارة نادي الزمالك زوال عضوية القائم على رئاسته بجلسته الرقمية 16 المنعقدة بتاريخ 22/1/2023 عقب صدور حكم نهائي وبات على غير ما قضت به أحكام القانون واللائحة الاسترشادية المطبقة. يعني كان المفروض يتم إزالة عضوه من الحكم من وقت ما صدر الحكم. الوزارة قالك لا، أصلا احنا مستنيين لما يتم التنفيذ يبقى العقوبة فعلية مقيدة للحرية. يعني قالك إيه وأكمل، وهذا ما أخفته الجهات المعنية ولم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في مواجهته، بل قام البعض يلهث وراء المنابر الإعلامية لخلط الأمور والتلاعب بالألفاظ القانونية في محاولة بائسة لإبطال مفعوله، إبطال مفعول القانون يعني. وإذا ما تقدم فقد أثرنا نحن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير هذا جموع من أعضاء الكيان العظيم ضبط النفس والتحلي بالصبر بغية تحمل المؤسسات دورها المنوط به وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي لم يحدث. سكتنا وفضلنا ساكتين منتظرين وزير الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة. طب النادي مش عاوز يتخذ، طب مجلس الإدارة عاملين حساب لمرتضى منصور وأولاد مرتضى منصور، طب الوزير عامل حساب لإيه؟ المفروض يتم تطبيق القانون بدون محاباة لأحد. يعني قالك إيه وهذا الذي لم يحدث، فقد فاض الكيل وبلغت القلوب الحناجر، وأننا نهيب بهم التنبيه نحو سرعة إنفاذ ما نصت عليه أحكام القانون واللائحة الاسترشادية في هذا الخصوص، فنحن دولة قانون ولا بد من إنفاذ أحكامه على الجميع سواء بسواء. عاش نادي الزمالك ملكا لجمهوره العظيم وأعضائه الكرام، حفظ الله الوطن وتحيا مصر القاهرة في 10 مارس 2023. مال فين الزمالك أكبر؟ لا ده التاني حسين لبيب اللي هو بيقول لك عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. وده كان البيان رقم 5 من أعضاء الجمعية العمومية وجمهور نادي الزمالك بصيغة البيان رقم 5، ده أعضاء مجلس إدارة نادي أو الأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك. يعني هننتظر، هل الوزير هيرد؟ هل الوزير هيستجيب؟ هل المسؤولين، هل الأخ المهندس هشام حطب اللجنة الأولمبية هيعملوا أي حاجة؟ عجيبة والله. لكن زي ما قلت حضراتكم محدش هيعمل حاجة، ومرتضى منصور راجع، وكما قال عبد الحليم حافظ أنا راجع، أنا راجع للمحبوب الحديدة والنادي واللي واللي والوزير مش فاضي، الوزير عادي
نادي الزمالك ومباراة الزمالك وإنبي هيديرها تحكيميا، تم اختيار الحكم عبد العزيز السيد ومصطفى عثمان حكما للفار. طبعا طاقم تحكيم زي الفل، هيسهل كل شيء على نادي الزمالك قبل مباراة شباب بوليزداد، وفي نفس الوقت كمان يعني نادي إنبي أيمن الشريعي ورئيس نادي إنبي ونادي الزمالك هو زملكاوي، ده على حد قول قبل كده الكابتن حلمي طولان ان رئيس النادي غاضب عندما فاز نادي إنبي على نادي الزمالك، ولكن تفزتوا بالصدفة، هكذا تصرف رئيس نادي إنبي. يعني هننتظر ونرى هيعمل ايه إنبي والتحكيم مع نادي الزمالك. الاتحاد السكندري بيفوز على نادي الزمالك 75-73، ذلك ضمن الجولة 13 من دوري السوبر المصري لكرة السلة الرجال. الكابتن أحمد مرعي بيمسك اللعيبة عيني دي، أنا مش عارف مش عايز اقل ادب عليكم، وانت مش عارف ايه والهق والمئ ده هق ومئ كان مع الاتحاد مع الزمالك بقى، بيقول لهم مش عاوز اقل ادب عليكم. يعني المركز الثالث والرابع للبطوله الافريقيه للشباب المقامه في القاهره، المقامه في مصر يعني، جمعت تحديد المركز الثالث والرابع ما بين نيجيريا وما بين تونس. للامانه مجموعه مصر اتضح فيما بعد انها مجموعه قويه، يعني السنغال لعبت تونس كسبتها تقريبا 3-0 في شوط واحد الشوط الاول، واقصى توصلت السنغال للنهائي، جامبيا طبعا مع السنغال في النهائي. نيجيريا بتلعب على الثالث والرابع مع تونس، كسبت تونس برباعيه نظيفه. مش معنى كلامي ان الفرق دي قويه واحنا لا، احنا ما اشتغلناش، فعلا هم اشتغلوا على نفسهم، طوروا من ادم، عندهم خطط مستقبليه، عندهم لعيبه بيطلعوا بره يحترف، واحنا عندنا ما فيش اي خطط، احنا يعني ربنا لما بيكرمنا كده بظروفها، يعني ما فيش حد مخطط لحاجه، ربنا بيوفقنا بتوفيق دعوات الجماهير يعني. لكن اللي حصل ما بلاقيش عذر، ما بدورش على عذر للكابتن محمود جابر ولا للمنتخب، لكن تونس كنا متصورين انها منتخب قوي وممكن ينافس، لكن انا من وجهه نظري لما شفت نيجيريا والسنغال اللي كانوا في مجموعه مصر يعني، لكن تاني مصر تستحق افضل من هؤلاء مسؤولين عن الوسط الرياضي. هارد لك للمنتخب التونسي بكل تأكيد، خسر بربعية زي ما قلت حضراتكم من نيجيريا. باريس سان جيرمان بيعلن في بيان رسمي خضوع نيمار لعملية جراحية ناجحة. قالك تم إجراء عملية جراحية ناجحة لنيمار جونيور في وقت متأخر من صباح اليوم في مستشفى سبيتار في الدوحة، جاي من فرنسا للدوحة يعمل العملية. قالك وسيتبع اللاعب بروتوكول الراحة والعلاج، ومن المتوقع أن يغيب من 3-4 أشهر عن الملاعب. كنا اتكلمنا من فترة عن الحكم نجريرا اللي كان عنده شركة واللي كان بيقبض أو بيتعامل مع نادي برشلونة، لكن بعد ما ساب منصبه كنائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأسباني، النادي برشلونة ما عادش بيتعامل معاه، وأيضا أحد الحكام اللي بطلوا وطلع بعد كده اتكلم قالك كان بيضغط علينا عشان يوجهنا في مباريات برشلونة. النهاردة القضاء الأسباني وجه اتهام رسمي إلى نادي برشلونة بصفته ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمسؤول التحكيم السابق ونائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا نيجريرا، التهم اللي أعلنتها محكمة في برشلونة، وتتضمن التهم تهم خاصة بالفساد وخيانة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، وذلك على هامش قضية الدفعات المالية التي تلقاها نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق من النادي الكتالوني. أيضا تم توجيه الاتهام إلى المسؤولين السابقين في إدارة بارتوميو، أوسكار جراوا وألبرت سولير نادي برشلونة، ولو تم إدانته هيكون في عقوبات من الليغا على نادي برشلونة. برشلونة ممكن ينزل درجة تانية، ممكن يتسحب منه ألقاب، سننتظر ونرى ماذا سيكون الحكم على نادي برشلونة. وأيضا بننتظر مع أحمد سليمان وبع وهشام يكن وغيرهم من ومدوح عباس، وسيبك من هؤلاء يعني، وبعض جماهير نادي الزمالك أو كثيرا من جماهير نادي الزمالك وبعض من أعضاء الجمعية العمومية نادي الزمالك بالفعل هم عايزين رحيل مرتضى. قلت حضراتكم مباراة نادي الزمالك الأخيرة
في اعتقد كانوا بيلعبوا الترجي اللي كانت هنا. شفنا كلنا هتافات جماهير نادي الزمالك في المدرجات بتقول المدرج كله يقول المجلس كله يغور، ومع ذلك الاعلام لم يظهر هذه الهتافات ضد مجلس نادي الزمالك، ومحدش اتكلم عن هذا الامر، كله ساكت. تحس ان كلهم يعني واخدين نفس موقف الوزير الدكتور اشرف صبحي، مالناش علاقه بنادي الزمالك، اي احنا بس في خدمه نادي الزمالك زي ما اتحاد شلل عايزين ناجل مباراه الزمالك وانبي، احنا عايزين مش عارف، لكن محدش بيبص لصالح الكره المصريه، كل واحد بيدور على نفسه ونفسه فقط. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته.